بيسرب أخبار الفريق وليه 500,000 جنيه راتب شهري. أحمد سليمان عمل أزمة كبيرة بين أعضاء المجلس رغم إنه بيروج لشعبية زائفة وخسر مرتين في الانتخابات. إيه حكاية أحمد سليمان في الزمالك؟ وهل كان السبب في الصفقات الفاشلة؟ واللي بيطلب من اللعيبة الظهور في التلفزيون؟ تفاصيل كتير تعالوا نعرف. ظهر بشكل متكرر مع مهيب عبد الهادي وقال يعني بيدافع عن الزمالك وكانت الأمور كلها عادي، لحد ما تم الكشف عن تقاضي مبلغ 500,000 جنيه شهرياً كراتب علشان يعمل كده وكمان يسرب أخبار الفريق. وده عمل أزمة كبيرة داخل مجلس الإدارة علشان بيستغل تواجده مع الفريق وبيسرب أخبار وفيديوهات لمهيب، ودخل في أزمة مع جوميز المدير الفني للفريق. عضو مجلس إدارة الزمالك بيسرب أخبار وصور وفيديوهات من تدريبات الفريق سواء في مصر أو في السفريات الخارجية، وعمل أزمة للعيبة والجهاز الفني والجماهير. عمل أزمات كتيرة مع جماهير الأهلي، وده بسبب التصريحات اللي بيطلع يقولها، وتسببت في أزمات وفتنة جديدة في الوسط الرياضي، بالرغم إن إدارة الزمالك والأهلي في حالة هدنة حالياً، وتصالح بعد زيارة محمود الخطيب لمقر الأبيض في ميت عقبة، ومترقب إن الزيارة تترد للجزيرة. تصريحات أحمد سليمان الكل شايفها غريبة، لأنه مش بيدافع عن حق النادي، لأ ده بيدافع عن الأخطاء كمان، زي أزمة إخفاء الكرات في مباراة القمة أمام الأهلي، قال عنها إيه المشكلة في كده؟ ما سيد عبد الحفيظ عملها. مجلس إدارة الزمالك زهق من الأزمات اللي بيعملها أحمد سليمان وقالوا يا عم ارحمنا، انت عملت مشاكل ولو وجودك في المجلس هيسبب مشاكل امشي. وكان لازم يكون في رد رادع من مجلس الزمالك على تسريب الأخبار للإعلام، وده بطلب من جوزي جوميز المدير الفني للفريق، وعليه تم سحب عدد كبير من الصلاحيات وإشرافه على الكورة، وده بعد ما طلب جوميز من إدارة الزمالك رحيل أحمد سليمان بعد ما طلب من اللعيبة إنها تطلع في القناة ويعملوا تصريحات مع مهيب، والمدرب شايف إن ده بيضرب استقرار الفريق في الوقت الحالي. كمان طلب جوميز إلغاء منصب المشرف على الكرة بسبب الأزمات الأخيرة وعلشان محدش يخرج أخبار الفريق بره للإعلام. أحمد سليمان دايماً بيروج لشعبيته جوه الجمعية العمومية لنادي الزمالك على الرغم إنه فشل مرتين في الانتخابات، ولولا دخوله مع حسين لبيب في القائمة الأخيرة كانت فرصته قليلة للتواجد أصلاً داخل المجلس. حابب يظهر في الصورة بشكل مستمر وبيسوق نفسه دايماً وعايز ياخد اللقطة حتى لو مش هو اللي حل الأزمة، وده ظهر في أكتر من مناسبة خلال الموسم الحالي، بداية من أزمات فريق الكرة زي أزمة القيد وتجديد العقود للاعب الفريق وكمان الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وحتى صرف المستحقات المالية، كل ده بيرجع الفضل فيها لحسين لبيب رئيس النادي، لكن دايماً سليمان بيقول إن هو السبب في حل الأزمات دي وده عكس الواقع. هل تتوقع بقى رحيل أحمد سليمان عن النادي؟ وتتمنى مين يمسك الإشراف على الكرة في الزمالك؟ شاركونا أنتوا كمان برأيكم في التعليقات.